فاز خالد أخته متزوجة من رجل ثري، وهذا الرجل يعني مش بيصرف عليها إلا في الأساسيات فقط، وبيتجوز كتير ويطلق، وفي خلاف كبير ما بينهم، وهم واقفين على الطلقة الثالثة. كانت بتحوش مبلغ، اديته المبلغ ده وقالت له ده بتاع واحدة صاحبتي، وأنا يعني صاحبتي عايزة تشغله، وبدأ يشغله لها وبيديها مبلغ كل شهر، أول شهر يعني بتصرف منه. هو الأصل في إن المرأة لما تيجي تاخد من مال زوجها بدون علمه عشان تكفي نفقتها، إن يكون بالمعروف، مش عشان أحوش بقى، مش هاخد الفلوس وحوشها. يبقى أنا في عندي هنا حاجة، إن لابد من استسماح الزوج ولو بطريقة عامة، يعني مثلا تقول له إيه، لأن هنا مخالفة، هو مديها مصروف للبيت مش مديها مصروف شخصي ليها تحوش منه، يعني مديها نفقات البيت وهو قايم بيها، هي بتاخد جزء تدخره. وعشان كده دايما نقول إيه للزوجات الفضليات، لما يبقى الزوج بيدي حاجة قولي له هاخد جزء نفقة شخصية، عشان ما نخشش في القصة دي. فأنا هاخد منه استسماح عام، بمعنى أقول له في أي لحظة كده لطيفة طيبة، أقول له سامحني في أي تقصير عام في حقك، عايزة منك مسامحة عامة، وبعد كده تفعل ما تشاء بهذا المال. ونسأل الله السلامة، والله تعالى أعلى وأعلم يا صاحب السؤال الأستاذ خالد. ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والسداد، ونسأله أن نكون من عباده المخلصين المخلصين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.